والاستقرار الحمد لله. في الدوري الحمد لله. يمكن الشوط الاول او الهدف اللي جه توقعه كابتن عادل ان هو يجي من كره ثابته، مظبوط، وقال فعلا ان هم عندهم اخطاء وعدم تمركز سليم في الكرات الثابته، وبالفعل ده كان اترجم في الهدف الاولاني. خلينا برضو نستعرض احصائيات المباراه اللي من خلالها برضو ممكن نربطها بالنواحي الفنيه. لو جينا بصينا على الاجمالي بتاع احصائيات المباراه نجد ان نسبه الاستحواذ كانت 66% للنادي الاهلي مقابل 34%. نفس الكلام بصينا على لو ربطنا الاستحواذ بمجموع التمريرات هنلاقي ان 481 تمريره بالنسبه للنادي الاهلي مقابل 251 للنادي سيراميكا. طبعا واضح الاستحواذ للنادي الاهلي والسيطره خلال مجريات المباراه. النقطة بقى اللي تهمنا هنا، هل الاستحواذ ده كان فيه فعالية ولا لا؟ ان النادي الاهلي كان برضو موجود بفعالية، بس نفس الكلام برضو عندنا نادي سيراميكا كان موجود ان هو عمل 17 محاولة على المرمى منهم 6 على الثلاث خشبات. نفس الكلام النادي الاهلي عمل 16 محاولة منهم 8 محاولات على المرمى. يعني بنتكلم النهارده ان حتى والنادي الاهلي بنقول ان هو مسيطر على المباراة، ولكن برضو كان نادي سيراميكا كان قدر ان هو يهدد مرمى النادي الاهلي. برضه لو بصينا على باقي الاحصائيات هنلاقي التسلل طبعا 1-1. بنتكلم على الركنيات، كان في 9 ركنيات للنادي الاهلي. محتاجين نشوف الاهلي يبقى عنده فعاليه في الكرات الثابته، محتاجين نشوف الاهلي يستغل الركنيات اللي بتجيله اكتر من كده، يهدد المرمى، يبقى في تمركزات سليمه. نشوف النهارده الراسيات اللي موجود، مثلا مودست ممكن المفروض كان يستغل ركنيات زي دي. بنتكلم طبعا الانذارات او الكروت الصفراء كانت حاضره طبعا في المباراه، بنتكلم 5 كروت للنادي الاهلي مقابل كارتين، طبعا بنتكلم على برضو كارت احمر لنادي سيراميكا. احصائيات المباراه بتعكس طبعا سيطره النادي الاهلي سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، والحمد لله ان النادي الاهلي قدر ان هو يترجم الارقام دي او استحواذ دوت لفوز. طبعا النهارده اخذ رجل المباراه قفشه طبعا عشان احرز هدف مؤثر. لو جينا بصينا ان هو لعب 20 دقيقه طبعا احرز هدف، كان ليه هي المحاوله الوحيده على المرمى. طبعا بنتكلم النهارده عمل 9 تمريرات من اصل 11 تمريره. هو لعيب النهارده بيبقى ليه كارت عندك موجود، بينزل ان هو يقدر ان هو ينزل في المباراه، يقدر يبقى له تاثير، وقدر ان هو فعلا يغير من مجريات المباراه اللي كانت ممكن تخرج بالتعادل وتخسر 2 بونت منها. بس ده كان اجمالا لاحصائيات المباراه. السؤال هنا، هل كان في تباين في الاداء والسيطره والاستحواذ ما بين الشوط الاول والشوط الثاني للنادي الاهلي؟ لو بصينا على مثلا نسبه الاستحواذ في الشوط الاول مثلا هنلاقي ان برضو الاهلي كان مسيطر على نسبه الاستحواذ، كانت 63% مقابل 37. بنتكلم برضو التمريرات كانت الاهلي اعلى، ولكن هي الفعاليه اللي بنتكلم فيها هنا برضو الفعاليه كانت للنادي الاهلي موجوده، ولكن برضو كان نادي سيراميكا كان قادر انه يهدد النادي الاهلي. وهنا بقى هي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، مش مجرد ان انت استحواذ فقط، لازم ان انت تقدر بقدر الامكان تبقى ايجابي على المرمى وتمنع الخصم ان هو يهددك. صحيح. شكرا يا دكتور احمد، شرفتنا ونورتنا حبيبي. شكرا يا كابتن، شكرا لحضرتك. طيب نروح بقى نشوف.